شوف 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 وراك جاي وراك جاي بس برضو كنعطيك تاكل. اليوم غادي نقي الحوت. السلام عليكم، صباح الخير عليكم، صبحتوا لاباس؟ ان شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم انا جابت لكم وصفه تاع السردين. السردين غادي نشله وغادي نقليه بزاف. هاد العفسه جديده غادي نديرها تاع السردين، نقليها ب مينوش. مالك هما زين هذا ما نقيته ما والو. صح هذوك نعطيك حبه. اسكت ايا، انزل 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 انزل. ايه وراك جاي؟ هود هود من هي، نهضر معاك. لا هود من هي، هود من هي. داو راح شو يقعد لي واقف هنا حتى يدي حبه ويروح. المهم كنا نقولوا على السردين، هذا غادي نقيه وغادي بعدا نرجع نوريكم كيفاش غادي نقلوه بالخوف وما يغبنكم ما والو. مالك مالك شو راك تقول؟ اللي يشوفك يقول لك ميت بالشر. شو قلت لي دروك؟ يا عمري يا عمري قول بشوية عليك. ما؟ شو قلت لي؟ صح يكون في خاطر قمري، يكون في خاطر. دوك ندير لك، دوك ندير لك الدواء تاعك، دوك يجيب لنا السيرين ونضربوا لك مرة. صح على بالك كي قط واحد اخر يحوس ياكل ماكلتك. ما تعطيش وتحوس. شك تحوس شك تحوس. صاي كليتها كاع بتاكل الراس. تخاطيك الراس زعما تبغي تاكل غير اللحم. وي كول هذاك الراس على خليته. اهدر معايا والراس. شاه مالك امينوشا واك داخل روحنا نخرج لي حشويه برا. عقل 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 عطيتك حبه حوت علاك داخل وخريتك وخريتك. هيا انزل انزل. الاولاد بون اللي بغى يطيب الحوت، خطر اللي فاتت درت لابونيات وسقساوني وحدين قالوا لي على لي زيبيس اللي درتيهم في الحوت في السمك. فانا اليوم بغيت نبين لكم اش غادي ندير في لي زيبيس. بون لي زيبيس اللي غادي نديرهم هما هادو. ها هما لو ندير الحاجه الاولى هي الملح. الملح الكمون، كمون بكميه شويه كبيره، توم بودره، عندك هنايا فلفله حمراء، وهنايا شويه تاع كركم، وندير معهم الخل. واللي عندها الموطار تدير موطار، انا ما عنديش دركا ماش حاضر لي الموطار الثاني يعطيه قوش باب شو ولا ما تكثرش الا كان دارت الخل. صافي واحد فيهم تديره نكتم شغله وراح. المهم انا غادي ندير هادو لي زيبيس كيما هكذا كاملين، نخلطهم في رحبه. زيد معاهم ديك الشويه تاع الخل، انا نبغي الخل في الحوت، نبغي الخل. ونحركهم كاملين كيما هكا باش نعطروا هذا الحوت ويجي عنده قوش باب بزاف. سورتو سورتو البنات كي ندير الفلفله حمراء، الفلفل عكري كان يقولوا له، ماشي الحاره الحلو كيما هكا، وتخليه يشرب غايه هكذا
يعطيه واحد البنه يا حبيباتي. ميم ديك لاصوص تاع هاد السيل هكا تجي حمراء شبه كيما كتشوفي اختي، كاع راني تبلته وغادي نخليه يريح هذيك الوقت تاع 12 هكا باش نقليه ونعاود نرجع لكم من بعد حبيباتي. اوكي يا كوكو بصحتك، كل بصحتك، كل شرب الماء وريح. انتي في الارض عليه، انتي في الارض عليه. عبي منين تبغيش الريسان طب سيفايك تاكلهم، اعطي كاع السردين وخلي روحي. شنو هذا واحد اخر شوالا بغيت تاكل تاني؟ اروح 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 اروح، ما كاش دبزه، اروح اروح اروح. نعطو شويه منو، نعطو نعطو شويه، علاه لا حرام عليك، هات ونعطو شويه. ها ياكل غير روحك صح. اسكت اسكت، عندك بزاف على طمع، انا طمعت لي فيها دوج حبات نعطيهم له. ايوا ها الدبزه وقعت تاي. روح كل هذاك، والله نعطيه البوسه ونخليك انت خليه ياكل. شكرا راهي توغ له توا عرفت يا ما تسمحش كاع في حبه ولا زوج. كل كل هاكا هاكا ايه، خليه ياكل هو تاني مسكين. علاه تاكل غير روحك انت؟ ملا فمك وكل، خلي القط الاخر ياكل. كل غير تكملها بعدا. ملا فمك وكل، شاك تقول شاك تقول، قلت لك ما بارد، الحلو بارد. هي شرب وريح صحاب لقبه حالينا. ها هو السمك اختي، غادي نرمده في الفرينه بعد كده نوري لكم كيفاش نقليه. كيما هكذا ترمديه في الفرينه. وصلنا اختي للمرحله تاع باش نقلو السردين اللي راكم قاعد تقراو فيها كيفاش غادي نقليه بسرعه وبلا تعب عليا. درت هنا شويه زيت مع ملعقه تاع زبده وخليهم يذوبوا في خاطرهم هكذا. اختي قد ما تذوب هذه نقصوا للنار ونبدا نسفف في الحوت تاعي، نبدا نسفف في الحوت تاعي هكذا ونلصق الشغل هكذا حدا بعضها البعض هكذا. من نهار اللي جرت هذه العفسه وليت كاع ما نضايقش على شكل ورده، نسقيهم حتى بعدهم البعض كيما هكا باش ما يطيروش صح. هذوكم نقصي لها على النار كيما هكا كي تشوفي طابع لهاد الحواشي. دوك نوري لك كيفاش ندير القلبه. دروك غادي نقلبوها صح، دروك غادي نقلبوها هذا الطبسي كما كتشوفي الطبسي شويه راهي بوجيني صح مالك. شويه وندي كارثه بصح. المهم ها ولا راكم تشوفوا بلاع، انا كان عندي البلاع كان يساعدني غايه، وهذا راه يزلق اجدك اتوخى منه. ها شوفوا كي تحمرت وتجمرت، خليها طيب على هذه الجهه تاعها. بصحتكم، ها راه وجد عندي السمك، شوفي كي راه طايب طايب ما شاء الله، طايب ما شاء الله وما ياخذش منك الوقت بزاف. وسمحوا لي على العفسه هذيك تاع الزيت، انا كنت نصور ونسيت مداري دي فون ندير هكا بول نقلبها فيه باش الزيت يطيح، معليش تسرى. ودرت مع هنا لاصوص، هذه لاصوص طوماط وزدت معها حبه بيض. في الدار عندي هنا يبغوا البيض يبغوا بلاصه طوماط، درتها معاها. وهذه سلطه خفيفه بارده تاع الصيف، درت فيها بطاطا فيدتها وطوماطيس وحبه بيض فايده والزيتون الكحل وخل زيت ملح.
تجي شابه بزاف واكله كامله غداء كامل. بصحتكم وان شاء الله تعجبكم هذه العفسه تاع الحوت. واللي ما شارك عندي في القناه يشارك ويفعل الجرس وباش يوصله كل جديد. وصحه فطوركم، كل عام وانتم بخير.